Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berkata di rumah yang disuruh saya sambil balap guru suki, guru syabda suku, kawai guru tadi badan eski musuh di rumah yang disuruh penyumbra juga guru tadi badan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa tawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لك وبارك الله عليكما وجمع بينكما في الخير. سلام عليكم أيها الأبناء. عليكم السلام. Allah Subhanahu wa taala subhanahu wa taala nasib Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ila hayatul nasir suku di pada pesan di berwakalan e aussi suci di samna suku di pemindah nikah ya di temue ayo senadi pakidan di jam temue Salman suku kami hadir bersama sekon pindun demi samna suku kaum kita sekian. Janab Nurin Ali Badani pasal Ujjonsa kami masih ada suku si dongkai ina representasyon for by Abdul Nasir suku qui veut représenter ce qui nous semble à ce coup. Dans ce cas-là, il y a des témoins par les analyses Bakridan et des germes après seulement ce coup comme Hermine 2750. Est-ce qu'il veut accepter que nous semble à ce coup d'aujourd'hui? Janab Nourine Ali Badan, est-ce qu'il veut accepter que nous semble à ce coup d'aujourd'hui? Vous acceptez-y comme vous épouse, comme vous madame, et vous prenez vos responsabilités. Bien qu'on ensemble, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse au rachat et au barakat, que Allah subhanahu wa ta'ala nous éponge tout bas de tout le monde, le problème qui est là, pour venir dans sa couple-là, que Allah subhanahu wa ta'ala nous éponge, que Allah subhanahu wa ta'ala nous éponge, que Allah subhanahu wa ta'ala nous éponge, que Allah subhanahu wa ta'ala nous sa'adu l'Ukhla, ila Allah subhanahu wa ta'ala, li
وصل لسانك على يا الله سبحانه وتعالى جبر الأنواع والآلاف آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك لنا ولهما في النكاح. اللهم بارك لنا ولهما في النكاح. اللهم بارك لنا ولهما في النكاح. والرزق والكسب والحياة واحفظهما من كل جميع الآفات والآهات والبلدات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ولبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا قاضي الحاجات ويا دافع المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. قل سبحان ربك رب العزة عما